بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان شهر شريف عظيم عند الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. هذا الشهر العظيم فيه مغفرة عظيمة للصائمين والصائمات، للقائمين والقائمات، فهو ليال مباركات، وقد سماها الله تبارك وتعالى أياما معدودات. فعلى المرء إن أدرك شهر رمضان أن يجد ويجتهد، وأن يشمر ساعد الجد، وأن يعلم أن هذا الشهر العظيم قد يكون آخر شهر في حياته، فليري الله تبارك وتعالى ما سوف يصنع بهذا الشهر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حينما يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فكان يستبق الخيرات من صلاة وصيام وصدقة ودعاء واعتكاف وقراءة القرآن. إذن علينا أن نسارع في هذا الشهر المبارك ونغتنم لحظاته ودقائقه وأيامه ولياليه، فإنه قد لا يعود. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالصيام والقيام والإخلاص في القول والعمل، إنه لذلك هو القادر عليه، والحمد لله رب العالمين.